في تطور لافت لما وصل إليه مستوى الطب في دولة الكويت ومواكبة أحداث ووسائل العلاج، وفر مستشفى العدان جهاز الأكمو، وهو عبارة عن رئة صناعية للمرضى. والحديث أكثر عن هالموضوع نرحب معنا بضيفتنا في الاستديو الدكتورة هدى الفودري، رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى العدان. صباح الله بالخير دكتورة هدى. صباح النور، يا هلا فيك. يا هلا مرحبا. يمكن المفردة شوية غريبة ويمكن ما هي متداولة، فلو بالبداية نشرح للمشاهدين شنو هي أو شنو هو الأكمو. أوكي. الأكمو هو عبارة عن اختصار كلمة بالإنجليزي طبعا Extra Corporeal Membrane Oxygenator، فهو هذا الاختصار للكلمة أكمو. هو عبارة عن جهاز يسمى باللغة العربية الغشاء المؤكسج، مثل نقدر نعتبره مثل رئة صناعية. الجهاز يقوم بشكل بسيط بتوفير الأكسجين لجسم المريض وإزالة مادة ثانية أكسيد الكربون من دم المريض، وهو عبارة يعني هذا باختصار وظيفة الرئة في جسم الإنسان. الرئة في جسم الإنسان وظيفتها بهالشكل هذا، أنها تعطي الأكسجين حق الأعضاء المختلفة في جسم الإنسان وتزيل منها ثاني أكسيد الكربون. فالجهاز يقوم بهذا العمل عن طريق طبعا مو الجهاز نفسه بس، في عندنا احنا قسطرات وريدية دقيقة ندخلها في جسم الإنسان ونبدأ بسحب دم الإنسان، دم جسم الإنسان ويدخل في هذا الجهاز. الجهاز يقوم بضخ الأكسجين في الدم وإزالة ثاني أكسيد الكربون وإرجاع الدم للمريض من بعد ما هذه العملية تتم. يعني نقدر نشبهها بعد في جهاز غسيل الكلى، نفس المبدأ تقريبا. جهاز غسيل الكلى يقوم بأخذ الدم من جسم الإنسان، يقوم بإزالة السموم اللي موجودة بالجسم وإرجاع الدم للمريض مرة ثانية. فهو يقوم بنفس العملية لكن الوظيفة مالتها مختلفة، أنها تقوم بوظيفة الرئة وليس وظيفة الكلى. لكن الجهاز هذا يستخدم لأي أمراض؟ يعني نستخدمها، هل في أمراض معينة ممكن استخدام هذا الجهاز بحيث يحسن من حالة المريض؟ طبعا، وهو استخداماته متعددة. طبعا احنا اللي بديناه في مستشفى العدان استخدامه لأمراض فشل الجهاز التنفسي الشديد طبعا، لأنه مو كل مريض عنده فشل بالجهاز التنفسي نحطه على جهاز الأكمو. احنا قاعد نتكلم عن المرضى اللي يوصلون مراحل جدا متقدمة يعني وما تنفع معاهم الطرق التقليدية للعلاج. وفي السابق ولحد الحين طبعا المرضى هذين للأسف يعني يوصلون، لما يوصلون للمرحلة هذه وما نقدر نسوي لهم أي شيء ينتهون بالوفاة. فالجهاز هذا عمل طفرة كبيرة بالنسبة للمرضى اللي من هالنوع هذا، بأنه حسن بشكل كبير من نسبة نجاة هؤلاء المرضى. الفشل بالجهاز التنفسي له أسباب مختلفة. أهم الأسباب اللي هو التهابات الصدرية الشديدة. في أسباب ثانية ممكن، مثلا المرضى اللي عندهم أثبات الربو الحادة الشديدة ممكن يستخدمونه؟ إيه طبعا ممكن. إذا تذكرون من فترة لما كان في عندنا المطر لما طق بالكويت وكان في العواصف الرعدية وكان في كمية كبيرة من المرضى دخلوا الحوادث في أماكن مختلفة بالمستشفيات بالكويت، وكان في عدد منهم يعني كان في عندنا نسبة وفيات. فاستخدام هذه الخدمة لهالنوع من المرضى ممكن يكون له فائدة أيضا، لأن بمجرد أن احنا ما نوضع المريض على هذا الجهاز نعطيه فرصة أنه يتعافى وبعدين نقوم بإزالة هذا الجهاز. نعم، لو بنتكلم عن جهاز الأكمو وشلون هو ممكن يغذي أعضاء الجسم بالأكسجين، شلون يعني؟ هل هو يعني عملية معقدة ممكن تاخذ وقت الفترة؟ طبعا هو يعني الجهاز انا شرحته بشكل مبسط لكن استخدامه مو بسيط جدا، يعني في يعني تفاصيل جدا دقيقه ويحتاج فريق عالي الكفاءه لاستخدامه. بالنسبه لطريقه توفير الاكسجين مثل ما شرحت، انه يكون في قسطره عاده ندخلها في الاورده الرئيسيه في جسم الانسان. القسطره هذه توصل في انابيب وتكون موصله بالجهاز، في مضخه تسحب الدم من جسم الانسان وتقوم بضخ الأكسجين فيه وإزالة ثاني أكسيد الكربون عن طريق فلتر خاص وبعدين يتم إرجاعه للجسم. بالنسبة لصناعة الجهاز من وين دكتورة هدى؟ الجهاز أول ما ابتدى في الستينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية في ميشيغان.
اللي ابتدى هو يسمونه أبو الأكمو أو the father of ECMO. اسمه بروفيسور روبرت بارتلت، وهو اللي عمل تجارب كثيرة، يعني قريب 15 سنة حاول أنه يعني يطور هذا الجهاز لحد ما نجحت معه أول حالة في سنة 1975. وبداياته كانت في مرضى فشل الجهاز التنفسي اللي هو عند الأطفال الخدج أو الأطفال حديثي الولادة، هذه كانت بداية استخدامه، لكن استخدامه في المرضى البالغين ابتدى بالسنوات الأخيرة، يمكن نقول 10 سنين و15 سنة اللي فاتت، وهذا اللي احنا الحين ابتديناه في العناية المركزة في مستشفى العدا. وبالنسبة للاختبارات، أكيد تم اختبار الجهاز على عدد من المرضى، فهي هل في اختبارات معينة يتم إجراءها قبل استخدام الجهاز؟ طبعا هو في مرحلة تطور الجهاز لما اخترعوه في البداية كان في اختبارات كثيرة طبعا، ومروا في أمور تحديات جدا كثيرة من ناحية أن يوصلون للنجاح في هذه العملية، لحد ما وصلوا مثل ما ذكرت لأول عملية ناجحة، لكن حاليا يعني الحمد لله الجهاز قاعد يعمل بكفاءة جيدة جدا. نعم، لما نتكلم دكتورة هدى، ايش كثر تستغرق عملية الأكمو؟ نعم، يعني حق المريض الواحد. نعم، تتفاوت ما بين مريض لمريض وعلى حسب شنو السبب اللي خلانا نستخدم هذا الجهاز. فممكن نقول في مرضى خصوصا الالتهابات الصدرية ممكن نتكلم عن أيام، لكن في أسباب ثانية ساعات في بعض الأحيان ما نكون عارفين شنو التشخيص عند المريض، شنو اللي مسبب الفشل في الجهاز التنفسي، فلحد ما نوصل حق التشخيص ونعالجه ممكن يطول فترة أكثر، مدة أسابيع، في حالات نادرة جدا وصلت حتى لمدة أشهر، وفي حالة معروفة تم ذكرها يعني مجلات العلمية لمدة سنة استخدموا جهاز الأكمو، بس طبعا هذه حالات نادرة، احنا قاعد نتكلم عن يعني أشياء مو كومن. إلى أي حد ممكن دكتورة هدى أن يمنح الجهاز الأكمو فرصة للمريض للتعافي، يكون فعلا الرئة يعني حقيقية ومتعافية؟ بالضبط، هو هذا الهدف منه، هو هذا الشيء، ان احنا نعطي مثل بريك حق الرئه لما تكون فيها مشكله، بغض النظر شنو هي المشكله، اذا كان التهاب ان المضاد الحيوي مثلا يبتدي يشتغل، او اذا ما كنا عارفين التشخيص ان لحد ما تطلع النتائج ونقدر نشخص المريض ونعطيه العلاج المناسب، فنعطي الرئه فرصه. في السابق لما ما عندنا هالخيار هذا ان نحط على جهاز بديل هو الرئه البديله، المريض ما كان يستحمل انه ينتظر العلاج انه يبتدي يشتغل او ان التشخيص يطلع فتدهور حالته، لكن هو يعطينا فرصه ان لحد ما نوصل للتشخيص المناسب والعلاج المناسب للمريض. اذا ما استجاب المريض للعلاج، هل في اجراء معين راح يتم اتخاذه او يتم اقتراح علاج اخر له؟ طبعا مو كل الحالات اللي نضع المريض على جهاز الاكمو يتم يعني استجابتها، بس احنا نسعى هالشيء، في تطور كبير في استخدامه، لكن في حالات معينه اذا ما استجاب المريض ممكن في احتمال خيار اللي هو زراعه القلب والرئه لهؤلاء المرضى، بس طبعا هذول لازم يتم تقييمهم عن طريق المتخصصين واختيارهم من ناحيه ان قابليتهم للحاله هذه، بس هذا ممكن واحده من الخيارات في بعض الحالات. هل ممكن الجهاز الاكمو يقلل من نسبه الوفيات؟ طبعا اكيد، وهذه واحده من اهم اسباب انتشاره حاليا، هو ابتدى اكثر شيء اذا تذكرون من كم سنه ازمه انفلونزا الخنازير H1N1، فلما ابتدت في استراليا كان عندهم طبعا المشكله بالعالم كله، فهم من اوائل الناس اللي ابتدوا في استخدام هذا الجهاز في الفشل في الجهاز التنفسي. نعم. فابتدوا يستخدمون لجميع مرضى انفلونزا الخنازير ونزلوا نسبة الوفيات، يعني نقدر نقول كانت تقريبا اذا المريض كان عنده نسبة التهاب بالجهاز التنفسي شديدة نسبة الوفيات عادة تكون 50%، يعني 50 من كل 100 مريض يتوفى. لا، باستخدام جهاز الأكمو انزلت هذه النسبة من 50 إلى 5% تقريبا. فنسبة وايد كبيرة، يعني طور العلاج للمرضى. طبعا أكيد، يعني ودي أستفسر منك يعني دكتورة هدى، هل تم استخدامه في مستشفى العدان أو هذا استخدام الأول، أو أنتم في قيد الدراسة لاستخدام هذا الجهاز؟ لا طبعا، الجهاز موجود صاير لفترة بالكويت، ومو جهاز جديد، ويستخدم أغلب الوقت في مراكز القلب المتعددة اللي موجودة في دولة الكويت. إحنا يمكن واحدة من الأسباب الرئيسية نقدر نبتدي كخدمة
في العناية المركزة في مستشفى العدان، الخبرة اللي اكتسبناها من استخدامه في مركز القلب اللي هو مركز الدبوس للقلب في مستشفى العدان. فصار عندنا خبرة، كانوا يستخدمونا جراحين القلب وأطباء القلب لمرضى الفشل القلبي. وهذا استخدام موجود ومعروف بالكويت صاير لمدة. فصارت عندنا كوننا خبرة، فقلنا ليش ما نبتدي نستخدمه لمرضى فشل في الجهاز التنفسي، فحتى قمنا نستعير منهم الأجهزة ملوتهم والطاقم، جزء من الطاقم اللي موجود معاهم بحيث انه يساعدنا، وابتديناها حطيناها حق يعني مجموعة من المرضى. آخر المرضى اللي استخدمناها لهم كانت مريضة حامل أتتنا من أحد المستشفيات الخاصة، كانت في حالة جدا يعني سيئة، مو مضاعفات نقول، صار لها مشكلة عندها نزيف وهذا وارد انه يصير، وأثر على جهازها التنفسي، فصار عندها فشل شديد في الجهاز التنفسي، فكانت جدا حالتها غير مستقرة وصلت، فقلنا خلينا نبتديها على الجهاز ويعني نشوف، والحمد لله فعلا بديناها وتطورت حالتها والمريضة بحالة جدا ممتازة حالياً. الحمد لله. أكيد الجهاز له فوائد كثيرة دكتورة هدى، ويمكن فعلا يسهل للكثير من المرضى اللي يعانون من بعض المشاكل في الجهاز التنفسي، لكن هل له أضرار جانبية؟ هل يمكن يكون في خطورة في حياة بعض المرضى إذا استخدموا؟ طبعا أي شيء إحنا في الطب نستخدمه، سواء عملية جراحية، إدخال أي قسطرات في جسم الإنسان، لها خطورتها يعني، وهذه وارد أنها تصير مع أي شيء. لهالسبب نحتاج أن الشخص اللي يقوم بتوفير هذه الخدمة يكون عنده درجة عالية من المهارة والكفاءة وعارف شلون يستخدمه، بحيث أنه يتفادى احتمال يعني المشاكل اللي ممكن تصير. أغلب الأشياء اللي ممكن تصير معاها هي النزيف، هذه واحدة من الشغلات اللي نشوفها، الالتهابات هم هذه شيء واحدة من الشغلات اللي احنا نسعى أن نمنعها. ويمكن حتى في وايد ناس يعرفون العنايات المركزة الزيارة لها ممنوعة، ووايد ناخذ حيطتنا من ناحية دخول الناس للمرضى، واحدة من الأسباب هذه أن احنا نبي نحاول نمنع الالتهابات اللي موجودة داخل العناية المركزة. فيعني احنا على قد ما نقدر نحاول نتفهم الأهالي أن حابين يكونون مع أهاليهم ومرضاهم، لكن في نفس الوقت احنا نفكر بالمريض وحمايته. أكيد. فنمنع عنهم الزيارة لهذه الأسباب، والأكمو يعني واحدة من الخدمات اللي نشدد بشكل كبير على يعني ان الشغله هذه تكون موجوده. يعني جميل احنا نسمع مثل هذه الاجهزه، وقاعد تحاول اكيد قاعد يحاولون وزاره الصحه كثر ما يقدرون اي تطور في مجال الطب سواء كانت من اجهزه او علاجات يتم استقطابها وتوفيرها في مستشفياتنا. رايكم كاطباء او يعني مدى تاثير هالشيء، انه هل ممكن انه يسهل لكم العمليه؟ هل فعلا قاعد تحسون انه قاعد يسهل طريقه تشخيصكم للمرض، علاجكم، نوع العلاجات قاعد يتم اقتراحها يمكن تكون مختلفة أو غير تقليدية؟ صحيح يعني. بالضبط، مثل ما ذكرت احنا حاليا نستعير الأجهزة من مركز القلب لأنه هم اللي ابتدوا فيه وهو متوفر عندهم حاليا. احنا إن شاء الله يعني بدعم الوزارة بانتظار أنه يعني يكون تزويدها في عندنا في قسم العناية المركزة في مستشفى العدان. لكن وجودها طبعا جدا مهم، كونها يعني من أحدث الأجهزة اللي تقدر تخلينا نوفر هذه الخدمة. لكن بالإضافة إلى الأجهزة وملحقاتها، إحنا نحتاج أيضا الطاقم الطبي والتمريضي اللي يقوم بتشغيل هذه الأجهزة. فإحنا نسعى أيضا إلى تدريبهم، إلى رفع مهاراتهم وكفاءاتهم، بحيث أن نقدر نتوسع في هذه الخدمة. مثل ما ذكرت يعني إحنا حاليا قاعد نسوي عدد جدا قليل من المرضى على قد يعني ما نقدر نستوعب، لكن في المستقبل يعني ودنا نتوسع فيها بحيث أن نغطي الكويت كلها. نعم، بحكم يعني منصبك دكتورة هدى رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة، يعني لا نزال في هذا الزمن الكثير الناس تتخوف من التخدير، نسمع دائما ان فيها مخاطر، الناس يعني في البعض دائما يروح يعني حق الاكستريم انه لا والله التخدير في مجالنا يؤدي للوفاة. فهل فعلا لهالدرجة خطر التخدير؟ صح، وهذا يعني وايد من الناس ممكن تسالني بمجرد ما تعرف ان انا طبيب التخدير على طول كان يكون هذا السؤال، خطورة التخدير. طبعا التخدير انا ممكن اوصفه مثل الشخص اللي يطلع بالشارع يركب سيارته ويمشي بالشارع واحتمال انه يصير له حادث سياره. نسبة الوفاة من التخدير دائما يشبهونه بهالمثال هذا، فهل معنى هذا ان انا ما اطلع بالشارع امشي او ما اركب السيارة؟
لا طبعا، فما الواحد مو ما ياخذ التخدير انه خايف انه احتمال يصير مضاعفات او وفاه لا سمح الله. موجوده هي لكن نسبتها جدا جدا قليله، خصوصا مع تطور العلم يعني في وقتنا الحالي، تطور الادويه اللي نستخدمها، تطور الخبرات، فصارت النسبه اقل بكثير من السابق، لكن طبعا مو معدومه، موجوده لكن بنسبه قليله جدا. اي بالنهايه هذه الامور اللي تكون دائما فيها نسبه مخاطره حتى لو بالضبط. قليله يعني في اي مجال احنا قاعد نتكلم، مو بس مجال الطب والتخدير. هل في التخدير يكون له اثار جانبيه او خلينا نقول بعد العمليه ممكن يكون للتخدير بعض الاثار؟ ممكن في الاثار البسيطه طبعا اللي هو اي تخدير عام قاعد اتكلم ممكن انه يسبب الم في البلعوم كانه واحد حايشه برد، ممكن يسبب الاحساس بالقيء، بس هذه طبعا نسبها قاعد تقل بكثير مثل ما ذكرت، الأدوية الحديثة وطرق التخدير الحديثة قللت بالنسب هذه الأمور اللي تصير. ممكن يحسس الجسم منها دكتورة هدى؟ يعني في البعض يمكن بعد التخدير يحس أنه يمكن جسمه شوية مثل وارم أو في بعض الحبوب الصغيرة، هل هذا من آثار التخدير؟ مو بعد التخدير، لا هو التحسس أكثر شيء إحنا نخاف منه خلال التخدير. يعني بمجرد ما عطينا المريض المادة المخدرة، في بعض المرضى ممكن او مو بس الماده المخدره، اي نعطيهم ادويه مختلفه احنا خلال العمليات الجراحيه، فكونهم جايين مستشفى لاول مره وياخذون الدواء لاول مره، وارد ان في ناس معينه يكون عندها حساسيه من ادويه معينه فتظهر لاول مره في خلال العمليه الجراحيه وهم تحت التخدير، وفي ادويه معينه خاصه بالتخدير هم تسوي مثل حساسيه او تفاعلات معينه ممكن انها تكون خطيره يعني، بس هذه هم نادره الحدوث واحنا يعني نعرف نتعامل معها اذا لا سمح الله حدثت. شنو الفرق بين دكتوره التخدير الكلي والجزئي؟ ومتى اقدر الجا للتخدير الجزئي ومتى الجا للتخدير الكلي يعني؟ التخدير الكلي اللي هو التخدير العام، فببساطة أن المريض يكون فاقد للوعي خلال العملية الجراحية، ما يكون صاحي، يكون نايم، ويتم التحكم في تنفسه في معظم الأحيان، متى يتم استخدام هالتخدير العام؟ يعني على حسب نوع العملية، على حسب نوع العملية، يعني في عمليات معينة ما نقدر نحط التخدير الموضعي على حسب وضعها، فنحتاج ان نخدر المريض تخدير عام. في عمليات ثانيه تكون خصوصا بالاطراف نقدر نعطيهم التخدير الموضعي. التخدير الموضعي هو عباره عن ان مكان العمليه يتم تخدير الجزء الخاص بالعملية ومن غير باقي الجسم، فممكن يكون عن طريق مجرد وضع المادة المخدرة في هذا الجزء أو عن طريق تخدير العصب المغذي لهذا الجزء. وفي عندنا طبعا تخدير النصفي اللي هو ما يعرف باسم إبرة الظهر، اللي هو عبارة عن تخدير لنصف جسم الإنسان يكون من هالناحية لتحت، وهذه يستخدم أي عمليات المنطقة السفلى من جسم الإنسان. هل يملك المريض الخيار أنه يختار يعني في حالة أن الدكتور طلب منه أو في إجراء معين أنه والله بخدرك مثلا تخدير عام، لكن هل يقدر المريض يقول لا والله أنا أبي تخدير؟ في حالات معينة ممكن نعطي المريض خيار إذا ما كان في أي فائدة من نوع على الآخر، ففي الحالات ممكن أنا أعطي المريض خيار، لكن في حالات معينة إحنا ما نعطي المريض خيار، نقول له لا، لأن هالخيار هذا سواء تخدير العام أو تخدير النصفي راح يكون أأمن لك وأسلم لك، فأنا ما أحبذ أنك تأخذ التخدير العام مثلا، تأخذ التخدير النصفي. واحدة منهم تخدير الولادة، التخدير العمليات القيصرية، يعني لأن نسبة المخاطر في التخدير العام في عمليات القيصرية أعلى بكثير من التخدير النصفي. فما نعطي الخيار لهالمرضى، لكن مثلا ممكن مريض ثاني يكون صحته جيدة وعملية بسيطة وممكن نعملها بالتخدير العام أو النصفي، ممكن نعطي الخيار للمريض. ايه نعم طبعا. يعني دكتوره هدى بعد هذا طبعا اللي شرحنا في بدايه اللقاء عن الاكمو وجهاز الاكمو ومدى افادته يمكن لكل من يعاني اي مشاكل في الجهاز التنفسي، وشرحنا في النهايه عملت يعني بشكل خاص وهو التخدير، ومثل ما بينت الموضوع يمكن يكون جدا سهل لكن الناس يمكن قاعدة تحس بنوع من الخوف الشديد تجاه التخدير، لكن يمكن الموضوع يكون جدا بسيط ما يحتاج كل هذا الرعب من الناس. كل الشكر لك أكيد دكتورة هدى الفودري على تواجدك معنا في هذا اللقاء، شرفتينا، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى العدان. قواك الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا ايش رايكم نطلع فاصل صغير ونرجع لكم؟